ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الزرها ولا لا، وكمان هنعرف ليه فيروز شتمت احمد وزعلت جلجل منها، وهنرد على اسئلة مهمة جدا للفانز عن مكة، واخيرا سبب تعب امنية القوة وبكاء سندريلا غزل. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ، وهنبدأ بأحمد وجلجل وهنضحك معاهم شوية. مستر احمد وندى جلجل كانوا في كواليس التصوير. احمد كان بيهوش ندى وكان بيهزر معاها وكأنه هيضربها. جلجل هنا موتتنا من الضحك لما قالت له لو قمتلك ههرسك في الارض. احمد جري وقال لا خلاص، دي عليها شلوت ملوش حل. احلى قابل في الدنيا، ربنا يخليهم لبعض. وبعد ما ضحكنا على هزار احمد وجلجل، تعالوا بقى نعرف ليه فيروز شتمت احمد. والحقيقة لما آية سألت فيروز انت بنت مين، ردت وقالت انا بنت ندى. طيب واحمد يا فيروز؟ قالت احمد رخم. وهنا مستر احمد قال انه مستحيل فيروز تشتمه. لما عرف الحقيقة اتصدم وقال لكل الفانز ان فيروز جايبة الكلام ده من التيك توك، زي ما قلنا في فيديو انهم يمسحوا البرنامج ده من عند الاولاد لانه خطر. طبعا فيروز ما سكتتش على شتيمة احمد، لا ده كمان قالت ان جلجل ما عرفتش تربيها. طبعا ندى زعلت وقالت انا تعبت كتير من كتر ما بنصحها، ودي صدمة جلجل في فيروز. ربنا يهديكي يا فيروز انتي وحياه. ودلوقتي هنعرف ليه غزل كانت بتبكي. والحقيقة غزل كانت بتعيط جامد بسبب انها مش عاوزة تحضر الدرس اليوم ده، عاوزة آية تلغيه، وكانت بتتحايل على آية عشان المدرسة ما تجيش وتديها الدرس عشان غزل تعبانة جدا ومش قادرة تذاكر. ألف سلامة عليك يا غزولة. وفي الأخير آية وافقت وأجلت الدرس بتاعها. ودلوقتي وأخيرا تعالوا لسؤال مهم جدا لكل الفانز عن مكة، هي أهلها فين وبتنام فين وكمان بتروح المدرسة ولا لأ؟ والحقيقة مكة الممثلة مامتها بتكون أم كيمو، وهي بتشتغل عند عيلة الجمل وشفناها أكتر من مرة. وبالنسبة لأهلها فين، مكة عندها أب كمان وليهم بيت بيروحوا يناموا فيه، بس ممكن صدفة يناموا عند العيلة هي ومامتها. ومكة بتروح المدرسة ولا لأ؟ أيوة مكة في مدرسة وفي سنة تالتة، وما بتروحش عشان ما عندهاش امتحانات، عشان كده الحضور في المدرسة مش مهم ليها. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو مامة أمنية القوة بتعيش فين؟ وقلنا ده في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان أسامي الفانز. عاوزين نشوف كل فانز برنس مصر وهو بيدوس لايك دلوقتي. وقبل ما نمشي نحب نودع كل فانز برنس مصر بالسنة القديمة ونرحب بيهم بالسنة الجديدة. كل سنة وانتوا طيبين يا أجمل فانز بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى كل عيلة الجمل. بنشكر كل فانز برنس مصر عيلتنا التانية انهم وصلونا ل 200 ألف مشترك. يا رب دايما مع بعض وأقوى جيش فانز برنس مصر في ظهرنا. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.